كرة الهدف وعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الكرة، وممكن جدا بآلية أو بعمل جماعي يقدروا يباغتوا المدافعين وحتى حارس مرمى اتحاد العباس. ولكن نعود ونقول يعني للأمانة لازم نتكلم على شيء هام جدا، وهو أن بعض الأحيان تصرف اللاعبين فوق الميدان وهذه الأخطاء وهذه السلبيات ما تكونش يعني راجعة لعدم العمل تاع المدربين، ولكن عمل هو نوع من ارتجال من اللاعبين فوق الميدان، ما يحترموش بعض الأحيان نصائح المدربين، ما يطبقوش خطة اللعب المطلوبة، فهناك ارتجال، فهناك لعب فردي يطغى على اللعب الجماعي، مما يؤدي إلى أن نرى هذه الأمور السلبية اللي ما تكونش يعني في المستوى وما تفرحش الجماهير وما تفرحش المتفرجين. إذن مخالفة لصالح شبيبة القبائل من موقع يشكل خطورة على مرمى الحارس نجيب غول، كرة في الوسط، هذه الكرات اللي تشكل خطورة على مرمى الحراس. شوف هنا مضطر نجيب غول أنه يختار جهة ويضع الحائط البشري في الجهة المقابلة من وراء الكرة، بليلي أمير أو حمرون رزقي، من سيتولى تنفيذ هذه الكرة؟ هل ستفتتح الشبيبة مجال التهديف قبل الالتحاق بغرف تغيير الملابس، أم هل سيكون هناك كلام آخر؟ حمرون، كل العيون تشاهد حمرون، يا له من هدف من أروع ما يكون. حمرون بهدف مجنون يأتي لأنصار الشبيبة بالهدف المضمون، وفرحة كبيرة وسط أنصار الشبيبة الذين تنقلوا اليوم هنا بكثرة إلى ملعب 24 فبراير. شوف هدف من أروع ما يكون من اللاعب حمرون جمال بن شدلي. كنت تكلمت عليه يعني قبل دقائق بأن الهدف سيأتي عن طريق ضربة يعني ثابتة، لأن حسب مجريات المقابلة شوف يعني هدف جميل جدا في ارتماءه، ولكن ما قدر يدير حتى شيء. ولكن كنت تكلمت بأن من المستحيل أن يجي الهدف عن طريق اللعب، لأن ما فيش حركات، ما فيش مبادرات.